السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا انا كنت فين غطسان من الصبح؟ مفيش يا جدع، كنت بنكش على اكل عيشي. واللي ما ينكش ما ياكلش. اللي ما ينكش ما ياكلش. اوعى عشان تكون رجعت لسكر التهريب تاني. تهريب ايه يا عم زكريا؟ ما خلصنا بقى من الموضوع ده. هو الباشا مهرب؟ ماله المهرب؟ ما حاسس ان دي الشغلانه دي كده حرام. انا لو اقرب لا سلاح ولا مخدرات ولا باذي حد خلاص تبقى حلال، وهي لقمه عيش بدورها. حلال مش حرام، دي كلها اذى. ده انت ما بتدفعش ضرايب، انت بتاكل حق الناس وبتاكل حق الدوله اللي هي فلوسنا كلنا. ايه اللي حصل الراجل ده وسطنا؟ وانت مالك انت بالقصص دي؟ طب انا اقول لك على حاجه، يا تاخد بعضك وتمشي كده على طول في شمال، تاخد تاكسي تقول له ودينا مدينه الانتاج، هتلاقي هناك قناه اون تي في. بلبع بقى الكلام بتاعك ده فيه. حلوه حلوه جابك. بلبع والله جابك. الجهل قافة البلد اللي مودينا ورا، عمر البلد دي ما تتعدل بيكوا ابدا يا ابدا. ما اسكت بقى، انت ما تعرفش شعلان ولا ايه؟ ده دماغه زي الفل بلاطه. ده انا اكتر امنيه بتمناها في حياتي ان مخي يبقى قد مخه. كنت ريحت. الله ينور عليك يا زيزو. النبي انت برنس. ايه ده زبون عمي. الله في ايه يا جدعان؟ انا جاي ارجع الموبايل. ايه انت بتعمل ايه؟ ارجع الموبايل. ترجع ايه؟ الموبايل. انت سمعت إيه؟ اللي انا سمعته؟ انت شايف اللي انا مصدقه؟ حاسس باللي انا حاسس بيه؟ في ايه بس؟ انا جاي ارجع الموبايل، ما بتكلمش فيه كويس، بكلم خطيبتي. طب ما بتتكلمش فيه كويس ليه؟ انت اخرس. انت بتتكلم ولا اخرس؟ لا بتكلم. طب ما تتكلمش فيه ليه؟ انا عايز ارجعه. وقع التليفون ده. يمكن يكون العيب في خطيبتك مش فيك انت. خطيبتك عامله كام كيلو؟ خطيبتي ايه يا عم؟ خطيبتي عامله كام كيلو؟ ايه الكلام ده؟ ولما انت عايز تنام امال جيت ليه؟ جيت عشان تقول لي انك هتنام؟ عشان اشوفكوا. ابقى غلطان يعني؟ اه يا عم. لا لا وعلى زيدك انت، هو مش هتحرك من انا باخد حقي. تعالى خد خد خد. اوعى ايدك. اوعى ايدك. ايه انا جيت ايه يا ابني؟ في ايه؟ الراجل ده عامل لنا ازعارينا مقنعه. انا اشتريت الموبايل ده، اجي اتكلم منه الكلام يهرب. اكلم خطيبتي مش عارف اكلمها، اعمل ايه؟ واحده هتعمل له ايه؟ يعني هتمسك له الكلام اللي بيوقع منه؟ وريني هات الموبايل ده. وريني كده العده دي من ايه؟ من عند انور. دي من الكرتونه اللي بقتها انور؟ اه عندنا كتير منها. نهار ابو اسود. تعالى معايا يا شعلان. ماشي يا زيزو. تعالى برضه خليك انت هنا في المحل. خليك انت هنا في المحل. يلا يا جدع انت هو هنا. انت معايا جايه. طب كويس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عارف في ايه؟ ليله ابوك سودا. مش دي يا حبيب الكرتون الطباعة اللي انت جايبها لي؟ ايوه زيزو. مال افتح وشوف. ولو مش عارف تفتحها افتحها لك ولا افتح لك بضاعة. يا انت دلوقتي تعالى هنا. البضاعة دي شمال مش اصل يا حليتها. الله يخرب بيتك يا بكري، ما لقيتش غير المعلم زيزو تديله الكرتونة دي. ما انت عارف يا اخوانا طول عمرنا بنبيعها كده مضروبة والزبون بيبقى عارف. ايه ده؟ يعني انت بتبيعها مضروبة والزبون بيشتريها وهو عارف؟ اه مضروبة. طب وبتحفظوا كده ازاي؟ والله يا زيزو ما كنا نقصد. ايه ده بس؟ ايه ده؟ انت بتهديه هو ليه؟ انت شايف البطوه فيه كبير يا ابو زيزو. حل على فوقنا بقى. بس ماشي يا عم انور وعديها لك. بس انا بقى يا حبيبي خدت شغل مكان فلوسي، صح ولا لا؟ مظبوط. عايز فلوسي وقت. اجيب لك فلوس منين؟ انا مصاريني كلها في السوق. اذا كان على مصاريرك تبقى سهله، خليها تتلوى قدامك على الارض زي التعابين. ده تركن بقى على جنب بقى. يا انا مش هخشع غير لما تقول لي اخشع. مش علاقه. خلاص يا ابني. خلاص يا عم الحاج بدل عنها معاك. خلاص يا شعلان سيبه. انا هاخد بيهم شغل يا انور بس على قديمه. يا ريت يا زيزو قديمه يرجع لقديمه. بس رسيني عن مصلحه. انت اللي اتغيرت. نهايته. انا نويت اركب في مصلحه الكشافات والمبطاريه. طب ما تنورني عشان اركب معاك في النيون. افصص واقول لك. وبعدين انت بقى تلغيني باللي تقدر عليه. بورده، وش بليكسي، قاعده صاج، اللي تجود بيه يا عم واحنا هنظبطها مع بعض. طب ما تدورني معاك، انا حبيبك. ربنا يصلح الحال. يلا يا شباب. ايه ده؟ واحده هتمشي كده من غير اي زفاره في المكان؟ هات الواد ده وحصلني. طب ادي بكري ده ثلاثه خياط التكبير. خلاص يلا.
الفول ده مضروب؟ مضروب. الزبون عارف انه مضروب؟ انتوا بقى مش هترتصوني عشان انا هاخده وانا عارف انه مضروب. خد تعالى يا عم شعلان. خد خد تعالى انا عملت حسابك انا مش دبل زي شبرا، انا جبت لك تليفون نستخدمه احنا الاتنين بخطين. تعالى يلا يا باكو.